عن انواع الفيروسات ايه هي الكبديه الكبدي بالذات؟ اه طبعا هو موضوع الحلقه الفيروسات الكبديه طبعا احنا بنقسمها تقسيمه يعني مهمه وهتوضح لنا الرؤيه بعد كده. التهاب كبدي حاد او فيروسات كبديه بتسبب التهاب كبدي حاد، وفيروسات كبديه بتسبب التهاب كبدي حاد ويليه التهاب كبدي مزمن. مزمن تمام. احنا بنقول بس حاد او مزمن، دي تصنيف كويس. ليه؟ لان حاد ده يعني مش معناه ان هو خطوره الاعراض قد ما هو بيقول ان المريض ده هيكمل بالتهاب كبدي او مريض كبد مزمن او لا. تمام. اي التهاب كبدي بيبتدي حاد وممكن يكمل مزمن وممكن ما يكملش مزمن. تمام. الفيروسات الكبديه اشهرهم زي ما حضرتك اتفضلتي في البدايه الاي والبي والسي، دول اكتر حاجاتها بنشوفها اكتر فيروس. طبعا في فيروسات كبديه تانية هنذكرها، اشهرها فيروس اي، يليهم يعني بعد الاي والبي والسي الاي والدي. وطبعا دول ما حدش كتير يسمع عنهم. اه بالظبط، الاي والدي ما حدش بيسمع. طب خلينا في الاي بالظبط والبي والسي. تمام. احنا بنقسمهم تقسيمه ثانيه، احنا قلنا في البدايه ان هم فيروسات كبديه تسبب التهاب كبدي حاد او مزمن. لو جينا تقسيم تاني للفيروسات الكبديه ان احنا بنقول هيباتوتروبيك او نون هيباتوتروبيك، يعني ايه؟ يعني فيروس كبدي يجي اساسا في الكبد وما يعملش اعراض بره الكبد واضحه، وده مجموعه من الفيروسات. وفي اصابات تانية للكبد بيبقى برضو اصابه فيروسيه، بس الفيروس ده اساسا مش هيباتوتروبيك او مش بيته الاساسي الكبد. يعني ممكن يبقى عن طريق حاجه تانية وتاذي برضو الكبد. صحيح. يعني ممكن صحيح. تبقى مثلا في جهاز تاني من الجسم وللاسف تنفسي مثلا بالظبط او للاسف بتاثر على الكبد فيما بعد. صحيح. تمام. ايه الفرق؟ ان ده اساسا اصابه للكبد وبيعمل اعراض بره الكبد، وده اساسا مش اصابه للكبد بس بيصيب الكبد كجزء من المتلازمه بتاعته. تمام. زي ما حضرتك قلتي نتكلم عن فيروس ايه، هو التهاب كبدي حاد، ودي الحاجه الميزه اللي فيه. يعني حاد يعني ايه؟ يعني ما فيش عندنا مريض كبد فيروس ايه مزمن، يعني ما يقولش انا عندي فيروس ايه من 20 سنه، ما بيحصلش. هو التهاب حاد بيصيب الكبد وبياخد فتره معينه، طب بعد الفتره ويحصل شفاء تام يبقى المريض ده خلاص متعافي ومش مريض مزمن ومالوش بقى ما يدخلش فيه، ما بيخش بقى في مراحل علاج والكلام ده. طبعا هو علاجه هنقوله بسيط يعني، بس بسيط خالص. والميزه اللي فيه كمان ان هو ما بيحتاجش ان المريض ده متابعه مستمره او يبقى مريض كبد مزمن او تليف كبدي او مضاعفات التليف زي ما بنشوفها في فيروس بي يعني او سي. يعني بيجي له الفيروس سريعا كده زي ما بنقول وياخد العلاج ويخف منه، ما يبقاش مثلا ممكن ياثر عليه زي مثلا. صحيح. احنا عارفين فيروس بي ممكن يتعالج. صحيح. يا دكتور. صحيح. بس فيما بعد لازم بعد كام سنه كده يبقى في متابعه دوريه. هو طبيعي اي مريض كبد مزمن محتاج متابعه دوريه. تمام. الميزه في فيروس ايه ان هو التهاب كبدي حاد. حاد يعني ما يسببش التهاب كبدي مزمن. بالظبط. فبدام قلنا ان مفيش التهاب كبدي مزمن، الميزه فيه يعني مضاعفات الكبد المزمن مش هنلاقيها، يعني مش هنلاقي مريض تليف، مش هنلاقي بعد شر عن المرضى جميعا اورام كبد او غيره. وطبعا يعني عشان برضو يعني نذكره يعني نقول بلغ المشاهدين نطمنهم شويه بالظبط. هو التهاب كبدي فيروسي ايه؟ هو في الغالب ممكن له اشكال كتير نشوفها، ممكن يجي للطفل وهو اكتر في الاطفال. ممكن يجي بأسيمتوماتيك يعني ما يجيش بأعراض خالص. ممكن يجي الأم تقول ده الطفل كسلان بينام كتير، لون البول مغير ودي مهمة قوي، لون البول مغير غثيان أو مفيش فقدان شهية للأكل. الحاجات دي أعراض نخلي بالنا منها، ولأن في الغالب هو بيبقى دي أعراضه. أعراض. طب دكتور بيبقى أسبابه إيه وبيجي في سن من كام سنة مثلا؟ هو ممكن يجي لحد حديث الولادة ولا لأ؟ هو في الغالب بيجي في سن الأطفال، سن المدرسة، مدرسة دخولهم للمدرسة، سن المدرسة سكول إيج. وفي الغالب بيجي عن طريق الأكل والشرب، هو ملوش علاقة بالدم ولا مشتقات الدم. ودي برضو حاجة مهمة. دي حاجة مهمة طبعا. يعني هو ما بينتقلش عن طريق الدم ولا مشتقات الدم ولا الإبر ولا السم. ليه منتشر في المدارس يا دكتور؟ عشان الأطفال بتعدي في بعضها في الغالب عن طريق أكل أو شرب ملوث. ودي حاجه يعني ايه بنقول ده فيكو اورا، يعني ما بيتنقلش عن طريق مشتقات الدم او الدم. تمام. التهاب كبدي ايه هو لما لو شخصنا المريض طبعا في فحوصات بنعملها، اهمها وظائف الكبد بنلاقيها مرتفعه والصفرة مرتفعه. بنعمل اختبار لفيروس ايه بيثبت فعلا ان في اصابه حديثه بفيروس ايه. الميزه فيه ان هو بيعالجه الراحه، ودي اهم حاجه فيه. الراحه ان الطفل والعزل طبعا عشان هو معدي. معدي صحيح. فده الطفل طب معدي زي هو مش عن طريق زي ما حضرتك قلت الدم، يا ترى معدي بقى عن طريق مثلا الطفل مثلا لو حط ايده في بقه مثلا او عن طريق التنفس؟ هو معدي عن طريق زي ما قلنا المشروبات والاكل. فممكن طفل ياكل مثلا معلقه وطفل تاني يستخدمها. هو عن طريق اللعاب هو معدي، عن طريق كوبايه المايه ممكن يعدي. فبس اللي محتاج عزل للطفل ده ان هو حاجته الخاصه بيه تبقى لوحدها.
في الغالب هو ما بيجيش الا مره واحده في العمر، ودي حاجه مميزه. طب يعني هو المصاب بفيروس ايه، هو في الغالب بياخد سوليد اميونيتي او مناعه مدى الحياه. فما نلاقيش حد حصل له فيروس ايه مثلا وهو عنده 5 سنين ويرجع له تاني. ويرجع له تاني. طب دي نعمه من عند ربنا. هو وانس ان حصل اصابه بيه وبيدي مناعه مدى العمر. طب ده الغالب عنه يعني. بالظبط دكتور، انا حضرتك قلت اعراضه شويه زي الصفره. صحيح. طب يا ترى هي هو الصفره ولا لا؟ الصفره دي حاجه ثانيه. ده سؤال مهم جدا. الصفره دي هي كلمه ان في تغير. كلمه شائعه. صحيح. بالذات بنشوف بس طبعا الليلة. تدخلنا في الطب كله. اه طبعا يعني في صفره نتيجه الكبد، في صفره نتيجه تكسير دم، في صفره نتيجه انسداد في القناه المراريه. المريض كل ده بيجي لنا يقول انا عندي صفره، او اللي يشوفني يقول انت جلدك لونه مغير او عينيك مغيره. الصفره دي زي ما قلنا هي عرض مش مرض. عرض بقى يعني احنا ندور ورانا نشوف سببه ايه. هل هو خلل في وظائف الكبد؟ هل هو انسداد في القناه المراريه؟ هل هو حصل تكسير دم وفي صفره؟ فعشان كده بنقول الصفره ما تعنيش كبد بس. طبعا اشهر سبب ليها هو الكبد، لكن في صفره بدون اصابه الكبد نتيجه تكسير في كرات الدم الحمراء. والمرضى الانيميا البحر المتوسط بيحصل لهم صفره، مرضى انسداد القناه المراريه والكبد بيبقى طبيعي ساعتها طبعا بيحصل له صفره. فالصفره مؤشر حلو نخلي بالنا منه، مهم. الامهات بالذات لو لقت لون زي ما قلنا لون البول غامق، لون الستول او البراز فاتح، دي مؤشرات ان في صفره. ممكن ساعتها تلاقي الطفل اللي جسمه حراره بسيطه، ارتفاع بسيط للحراره، غثيان، فقدان شهيه، ودي اعراض اعراض الالتهاب الكبدي. التهاب الكبدي يعني نشك في التهاب كبدي. فطبعا بتعمل فحوصات لو ثبت وجود فيروس ايه، بيحتاج الطفل للراحه زي ما قلنا والحاجات الخاصه بيه اللي هي المستخدمات يعني. وحضرتك قلت اهم حاجه طريقه التغذيه بتاعته، وهو ساعتها ما بيبقى عنده فقدان للشهيه زي ما حضرتك ذكرت ان اعراضه ان الطفل ما بياكلش، الطفل تمام. بيحصل له غثيان. صحيح. الكلام ده كله. طب في اكلات معينه يا دكتور الام تهتم بيها مثلا تعوض او تقضي على الفيروس ده؟ عشان احنا عارفين في بعض اكلات طبعا سبحانك يا رب ربنا خلق كل حاجه ساعات. والتعامل بالذات في وقت ما يكون طفل مصاب بيبقى صعب شويه. هو اعتمادهم في الفتره دي الاطفال بيبقى اعتمادهم على الحاجات اللي فيها كربوهيدرات كتير او نشويات كتير. نشويات. نبعد الفتره دي عن الحاجات اللي فيها دهون لانها بتبقى نوزيتنج، هي نفسها بتسبب غثيان. بالظبط. فدايما حتى الامهات عارفه تقول عسل، نحل، المربى. فعلا الحاجات دي مهمه شويه في الطفل في الفتره دي. بنقول هاي كربوهيدرات يعني نركز شويه على لو فات يعني نقلل شويه الدهون. الدهون بقى تبقى قليله. ومودر بروتين يعني بروتين حيواني متوسط. فدايما ما ناخدش برضو حتى لحوم حمراء كتير والكلام ده مش ممنوعه بس بالمتوسط. يبقى بنقول هي هاي مودريت لو يعني الزياده في الكربوهيدرات والمتوسط في البروتين الحيواني والمنخفض في نسبه الدهون عشان هي بتبقى مسببه للغثيان. بس ساعتها يا دكتور برضو الام تبقى حريصه ان ما دام طفلها كده ممكن بقيه الاسره تتعدي. صحيح. هو اللي ما جالوش فيروس ايه وهو طفل معرض وبنشوفها وبنشوفها في ناس سنها ممكن 50 و60 سنه عنده التهاب كبدي ايه، في الغالب ده ما حصلوش اصابه وهو طفل. وهو طفل. ودي برضو نقطه مهمه قوي ان الاصابه في السن الكبير بتبقى يعني اشد قسوه شويه. اشد؟ طب عايزين بقى نتكلم عنها. دي نقطه مهمه قوي يعني. ليه بقى اشد قسوه في السن الكبير؟ لان طبعا بيبقى هو ده مرض الاطفال اكتر. ولو طفل خده في الغالب ما بيحصلوش تاني اصابه. طب بالزبط. لو واحد ما حصلوش اصابه هو مش اميون، مش محصن. بالزبط. فلو عنده مصدر عدوى، كل اكل مش تمام، او شارب حاجه في ملوثه، هيجيله اصابه بفيروس ايه. دايما لما بيجي الاصابه بفيروس ايه في سن كبير هي الاعراض بتبقى اشد شويه، ممكن طبعا غير الاطفال، ومضاعفات المرض نفسه اكتر. طب ايه اعراضها يا دكتور عشان نفس اللي احنا قلناه، نفس اللي احنا قلناه اللي هي برضو الصفره، الغثيان، القيء، ارتفاع درجه الحراره، لكن بتبقى بشكل اشد قسوه شويه. يعني بيبقى بيحس بيها باعراض اقوى من هو طفل. يعني ممكن طفل يجيله فيروس ايه ويعدي من الام ما تاخدش بالها. تمام. لكن لو جه لحد بالغ في الغالب لازم يبقى حاسس بالاعراض. الاهم من كده كمان ان هو في الكبار يعني ساعات ممكن يعمل حاجه اسمها اكيوت ليفر فيلير، يعني فشل كبدي حاد. مش التهاب كبدي بقى. ممكن يوصل لكده؟ مش فشل كبدي يعني. عشان كده احنا من دي توعيه طبعا عشان برضو نوعي المشاهدين لو حصل لا قدر الله مشكله ما تهملش. مش معنى ان هو جه للاطفال مثلا وسمعنا في الحلقه ان هو جه للاطفال وبيعدي ان هو في الكبار هيعدي بشكل يعني لا، لازم تبقى ملتزم. بالظبط. مسبب للفشل الكبدي الحاد رقم واحد الاصابه بالفيروسات، رقم واحد فيها فيروس ايه اللي احنا بنقول عليه ده بسيط وكويس. بالظبط. طبعا هو كويس وكل حاجه بس في السن الكبير نخلي بالنا هو بيعدي وبيبقى كويس، ونادرا ما بنشوفه في سن كبير، وحتى الاطباء مش منتبه للقصه دي لان يعني حاطط في دماغه ان ايه ده بتاع طفل.
بس شفنا حالات كده. لا بس برضه يا دكتور لازم نعمل توعيه ليها، عشان ساعات الجده بتبقى قاعده مع اطفال. صحيح. وممكن طفل وممكن صغير ممكن ما يكونش حصل لها اصابه زمان، بالظبط ما حصلهاش اصابه زمان. وممكن هي صحيح. يعني تتعرض انها مثلا بتلعب مع احفادها او الكلام ده كله، فتبقى هي اكثر عرضه انها يتنقل لها. وبالذات بقى هنقول ليه في السن الكبير هو اخطر، لان الكبد في السن الكبير هو ممكن يكون مر بفتره دهون كبد، حصل له تلف كبدي بسبب فيروس سي سابق. فلو وما كانش بالظبط، فلو حصل له ايه بنسميه اكيوت اون توب اوف كرونيك، يعني ايه التهاب حاد على التهاب على عاية مزمن في الكبد. ده يعني بيبقى الاصعب طبعا. يعني الكبد الفيروس لما يجي للطفل ما حصلوش اصابه للكبد، غير لما يجي الواحد كبير كان كبير كان عنده سواء فيروس يحصل كو انفكشن، يعني اصابه مزدوجه، ده كان عنده بي وحصل له ايه، او كان عنده سي وحصل له إيه؟ ايه، فطبعا بتبقى الوضع غير ما يكون مريض ايه وكبد سليم. فعشان كده بقول في الكبار بالذات بنخلي بالنا شويه. بس برضه يا دكتور زي الاطفال بتمر، يعني لو اهتم بالعلاج واهتم بالتغذيه واهتم بده كله هيمر مرور كده ويعدي باذن الله. يعني احنا بنقول دايما البروجنوزس او التوقع بالحاله بيعتمد على ايه؟ حاله الكبد قبل الاصابه. يعني لو واحد عنده مثلا 60 سنه بس مع كبده سليم بالزبط. من قبل كده في سواء في الاشعه التلفزيونيه او في الوظائف الكبد وما عندوش فيروسات، بتختلف غير ما يكون مريض عنده تاريخ مرضي لفيروس سي. بص يا دكتور، يعني حتى فيروس كورونا دلوقتي انزيمات الكبد والكلى بالذات دايما بتتعمل، حتى دلوقتي اي صحيح. دكتور بسيط لو بتشتكي من حتى من ايه، لو حتى اعراض برد بسيطه يقول لك اعمل لي تحاليل انزيمات كبد وكلى. هي دي اول مرايه لينا بالظبط. طب يا ترى بقى هو ده بقى السؤال، يعني يا دكتور الانزيمات دي بتوضح لو فعلا في مشكله او في فيروس موجود في الكبد بشكل صريح ولا لا؟ هي الفيروسات وظائف الكبد لما بترتفع هي برضه زي ما قلنا الصفرة، هي مش هي عرض أو مؤشر قدامنا اللي هو في العين اللي بيبقى ظاهري ان العين بتبقى صفرة، ساعات او البشره صحيح. او الجلد بيبقى لونه مصفر شويه. صحيح. وظائف الكبد نفس الكلام، ممكن نلاقيها عند مريض كبدي سي او بي مزمن ووظائف الكبد طبيعيه. ودي برضو حاجه، ودي حاجه تخدع، يعني حاجه تقلق وحاجه صحيح. فعلا بجد تعمل مشكله او تعمل يعني دي نقطه مهمه قوي نخلي بالنا، مش معنى وجود وظائف كبد طبيعيه ومعناه ان الكبد ده صحيح. بالعكس، ده مرضى التليف عندهم انزيمات الكبد الطبيعيه واحسن من الطبيعي. وطبعا الدكتور يقول للمريض وظائف الكبد كويسه ما فيهاش مشكله. ايوه ما فيهاش مشكله، وتدوري وراه تلاقي عنده سي، وبنشوف حالات كده تلاقي المريض عنده عامل وظائف الكبد ونسبه الصفرة طبيعيه ما ينفيش. عشان كده لما اهتمت الدوله بفيروس سي فعلا كان حاجه ليها اهميه كبيره. صحيح. وبالذات ان هو احنا برضو بس ثقافه المجتمع بجد، يعني نشكر ربنا ان احنا ابتدينا ناخد بالنا، ابتدينا يبقى لنا وعي، ابتدت الارشادات اللي قالتها وزاره الصحه ان كل واحد يستخدم الحاجات اللي هي بتاعه الحلاقه الخاصه بيه، الكلام ده كله لما يروح ما يستخدمش حاجات حد تاني، حاجات مشتركه حتى التعقيم والكلام ده كله. دي حاجات مهمه جدا اكيد. والمبادره الرئاسيه كان لها دور بصراحه رائع طبعا، لان خلاص فيروس سي دلوقتي احنا بنشهد بالموضوع ده يا دكتور بصراحه. هي افادت الشعب المصري بشكل واضح، لان فيروس سي ده كان هو الرعب المصري بالظبط. دلوقتي لما بنشوف حالات منتشر دلوقتي العلاج بقى متاح وسهل، وعلى فكره اثاره الجانبيه لا تذكر. ولما بنلاقي حاله فيروس سي دلوقتي موجوده خلاص، يعني ما بقاش حد كتير موجود، يبقى مخضوض منها او يبقى بس خلاص الامور بقت سهله والعلاج بقى متاح وميسر وسهل ومجاني، فالامور يعني احسن كتير اكيد. بس طبعا احنا دورنا بقى نعمل ايه اللي تعالجه من فيروس سي، يعني في مرضى كتير بنشوفهم احنا كان عندي سي من 7 سنين بقى. وخلاص لا، لو سمحتوا اللي عنده فيروس سي برضه محتاج متابعه بالاشعه التلفزيونيه والفحوصات المعمليه. حتى لو تعالجنا وتم الشفاء الحمد لله، وبالذات حضرتك زي ما ذكرت ان هو بيبقى فيه تليفات وبيبقى فيه مشاكل في الكبد والانزيمات بتطلع انها سليمه. هو نخلي بالنا من النقطه دي مهمه جدا يا دكتور. انا عايزه معلش اقف وارجع عليها تاني. أنا ليه بقى يا دكتور؟ طب يعني طب ازاي بقى الواحد، يعني احنا عرفنا فيروس ايه تمام. وقلنا قد ايه ان هو في الكبار صعب وفي الصغيرين ممكن يعدي. طيب ازاي بقى ابتدي اكتشف مثلا بي وسي، ويا ترى كمان ازاي اكتشفهم في حاجه احنا عارفين ان هو لما بنكتشف كل حاجه مبكره بيسهل كتير جدا في العلاج وبيسهل يعني في الوقت، ده بيوسع بيفرق كتير حتى في بالزبط. في يعني بروجنوز او التنبؤ ان حاجه تبقى كويسه بالزبط. ليه؟ لان احنا المبادره الرئاسيه كان هدفها اكتشاف المرضى لا اكتشاف المصاب مش المريض، يعني هو ما بيشتكيش. فدورها كده ان احنا نعمل سكريننج. سكريننج يعني ان انا مثلا ادخل مدرسه اعمل سكريننج للاطفال اللي فيها نشوف كم طفل مصاب، يعني كونك لان المريض بتاع الكبد في الغالب الاصابه في الاول ما بتبقاش مسببه للاعراض. عشان كده بنقول ان اي مريض فيروس سي او بي متابعه مهمه جدا حتى بعد العلاج
او مثلا حصل له استجابه للادويه بالذات فيروس سي، المتابعه بشكل منتظم مهمه جدا. أكيد. على الاقل مرتين في السنه. مهمه قوي. ما تعتمدش دايما على وظائف الكبد. لان وظائف الكبد في مرضى التلايف زي ما قلنا، احنا قلنا الاشعه التلفزيونيه هي الاهم. الاشعه التلفزيونيه مهمه قوي، دلالات الفيروسات يعني دلالات ايه الفيروسات. يعني لو انا مريض جالي وانا عايز اعرف ان الكبد وفيه مشكله او لا، الوظائف طبعا مهمه قوي، بس لما اعملها ما وتطلع طبيعيه ما تنفيش وجود فيروس. بس دليل الفيروسات دلوقتي، ممكن لو شخص كان مصاب بكورونا ومش عارف ان هو مصاب بكورونا، بيتهيالي دليل الفيروسات بتبان عنده ان هو، لا احنا بنعمل، ولا دليل الفيروسات الكبد، ما احنا بنعمل دلالات الفيروسات الخاصه بالكبد اللي هي بالكبد اللي هي مثلا ملهاش علاقه بالفيروسات. لا انا مثلا شاكك في فيروس بي، هعمل تيست او اختبار لفيروس بي. سي هنعمل اختبار، وفي الغالب بنعمل بي وسي، هيوضحوا لنا هل الشخص مريض قدامنا، او الشخص هل هو مريض او لا. البي الميزه فيه انه له كمان فاكسين، له تطعيم، يعني اي شخص عمل فيروس بي وهو سلبي، لو حابب او المفضل ان هو ياخد تطعيم فيروس بي. بس دكتور، سمعت عن فيروس بي ان هو بيرجع تاني، يا ترى المعلومه دي صح ولا غلط؟ وبيسيب اثر يعني، ما بيخرجش، بيتعالج بالادويه بس فيما بعد لازم يبقى له بعد فتره ما ان هو يتابع تاني. صحيح. ويعمل تحليل فيروس بي. يعني هو فيروس سي في علاجه هي فتره اقصر من 3 لـ 6 شهور. طب بعد العلاج وحصل استجابه، متابعه بس، متابعه بس. ده فيروس سي. فيروس بي يعني التكه اللي فيه، ان احنا لما بتدي علاج مش اي مريض فيروس بي يتعالج. ليها مواصفات. طب خلينا نتكلم عن فيروس بي بشكل تفصيلي اكتر يا دكتور. تمام. ايه هو وبيجي ازاي؟ تمام. هو فيروس بي هو مسبب لالتهاب كبدي فيروسي مزمن. يعني مش يبقى المريض يعني عكس الايه حاد. بس هو بيجي بشكل حاد الاول. اي حاجه مش هتيجي مزمنه على طول، هي أكيد هي بتحصل اصابه مراحل. بس بعد فتره 6 شهور عدى عليها يبقى بقى مزمن. انتقاله عن طريق الدم ومشتقاته، دي اول سبب. انتقاله عن طريق الاتصال الجنسي، ثاني سبب. هو بيتنقل عن طريق الدم ومشتقاته زي ما قلنا، بيعمل التهاب حاد، وفي الغالب المريض في الالتهاب الحاد ما بيكونش واخد باله ان في اصابه، بيعدي يعني. زي ما قلت حضرتك، حتى في الكورونا يعني ساعات يعدي ان هو دور برد. ايوه. فساعات المريض يعني يجي له التهاب كبدي حاد فيروس ايه، فيروس بي، وما يلاحظش الاعراض، او يقول ده اعراض برد، وبيحصل كده كتير في نسبه كبيره من الناس. فيعدي الدور الحاد ده من غير اعراض او اعراض لا تذكر يعني. تمام. طب نكتشفه امتى بقى؟ في الطور المزمن بتاعه يعني، خلاص بقى. بالظبط، ان هو بقى بيعمل مشاكل. وفعلا ابتدى يؤدي ان هو لا بيضعف حاجات تانية ممكن. تمام. نبتدي امتى علاج؟ دي كذا كاتيجوري كده، فيروس بي نفسه هو جواه كذا تصنيف يعني، كذا مجموعه من المرضى، مرضى يتعالجوا، مرضى لا متابعه بس، ومرضى يبتدي علاج حالا. حسب تحليل البي سي ار بتاعه ووظائف الكبد، دي مهمه قوي. لكن في اي حال من الاحوال، احنا وانس ابتدينا علاج فيروس بي، المفضل ان احنا ما نوقفوش. ودي النقطة مهمة، لأن في مرضى يعمل بي سي آر بعد العلاج يلاقيه سلبي. سلبي، فيطمن بقى يوقف العلاج. يحصل ريلابس أو انتكاسة. تمام. في السي لا، دي بقى ده الفرق بين البي والسي. بس ده كده طلع البي برضه شرس يا دكتور، يعني طلع برضه. هو مش شرس، عشان يعني هو كويس، بس طول ما احنا مسيطرين عليه ما فيش خوف نهائي. المسيطرة عليه بالأدوية بس. بس هو اكتشافه صعب يا دكتور. اكتشافه فيه. عايز دكتور يطلب تحليل إن المريض ده يشك فيه. ما هو ما فيهوش أعراض. ما احنا دايما ما بنستناش الأعراض. هي المبادره الرئيسيه كان هدفها ايه؟ ان انا ما اجيب واحد ماشي في الشارع اعمل له اختبار يطلع عنده عالجه، يبقى انا وفرت بقى على الدوله، وفرت عليه ان ده يدخل في مشاكل الكبد المزمن، في مشاكل ثانيه اخرى. فاحنا دايما يعني وانس ان الدكتور قاعد يستنى الاعراض، اعرف ان انت مش انت هتستنى الاعراض، يبقى انت مش دورك انتهى. صح. فاحنا دورنا يعني نشخصه قبل المريض ما يشتكي. طب معلش يا دكتور، ساعات برضو بالذات لو بنقطه كمان، معلش. لا اتفضل اتفضل. بالذات لو عندنا تاريخ مرضي في العيله. في العيله لسه كنت بقى عايزه ارجع كده للنقطه، لايه؟ لفيروس ايه وفيروس بي. تمام. دلوقتي يا دكتور، احنا ساعات بنشوف مثلا ايه، الام ممكن تصيب مثلا، زي ما لو عندها طفل مثلا. صحيح. ده بالنسبه لفيروس ايه. لو مثلا الام عندها طفل وكان بيروح المدرسه وبقت حامل في طفل تاني. صحيح. الطفل التاني يعني هو في بطن مامته، وممكن الام تبقى عارضه انها تنقلها عن طريق ابنها الكبير اللي هو بيبقى في المدرسه. هي الام معرضه ليحصل لها اصابه لو ما كانلهاش اصابه قبل كده بفيروس ايه. بالظبط. تمام. فيا ترى كمان هيتنقل للجنين اللي في بطنها؟ لا. ولا لا؟ لا، الفيروس ايه لا. وبرضو اصل دي يعني دي كلها من مميزات الاصابه بفيروس، مش طبعا مفيش حاجه يعني ميزه في العيا، بس هنقول طبعاً. احنا بنرفع لما نلاقي فيروس ايه عند مريض، بالظبط ان هو نقدر يعني نعمل عليه كنترول، بيبقى سهل نريح وخد اكل خفيف وهتعدي وتقول كويس. بس هو من يعني ما بيتنقلش من، او من مواصفاته ان هو ما بيتنقلش من الام للجنين. لكن فيروس بي هو اكترهم في الانتقال، في الانتقال. يعني ممكن الام المصابه طبعا، عشان كده ليها بريكوشن، لو ام عندها فيروس بي وحامل
مهم جدا. وكمان العلاج يا دكتور يا ترى بتبقى مسموح العلاج برضو سؤال مهم في ادويه معينه خاصه يعني فيروس بي له كذا دواء بالظبط. في ادويه منهم السيف مع الحامل او الامن مع الحامل واللي بترضع بس هنقول الفيروس بي لو ام مصابه بفيروس بي ممكن تاخد علاج فيروس بي طبعا وهي حامل. الاهم من كده بقى ان الجنين له تعامل واجب قوي ان بعد الولاده مباشره ان هو بياخد تطعيم فيروس بي والاميونوجلوبين بس التطعيم بس احنا قلنا ان هو بيتنقل عن طريق الدم فالام هيبقى عندها الفيروس وبتاخد علاج ليه. طب ده الفيروس الطفل بقى ما يكونش اخد البتاع دوت في وقت احنا عشان كده بنقول ايه هو اكتر انتقال طريقه انتقال اثناء الولاده فعشان كده بقول مباشره بعد الولاده اول جرعه من فيروس تطعيم فيروس بي والاميونوجلوبين او الاجسام المناعيه بتاعته ودي مهمه قوي للام اللي عندها حتى لو الطفل اتعدى من الام هو في الغالب الله هو في الغالب الاصابه زي ما قلنا مباشره من لو عملنا كده احنا بنقلل كتير حتى لو في خطر انتقال عشان كده احنا بنوعي. بص يا دكتور يعني انا بحس ان هو فعلا احنا لينا رساله يعني احنا مش كلنا دارسين طب بس احنا عندنا معلومات ممكن وبالذات ان احنا للاسف ساعات دلوقتي المعلومات بتاعتنا بناخدها عن طريق السوشيال ميديا. فالسوشيال ميديا مش كل معلومه او انت مين اللي واثق ان الدكتور دوت دكتور صحيح امين او شاطر او الكلام ده كله او ما بيعملش دعايه لنفسه فالامانه دي بتتطرق. فحضرتك بتقول ان الام لما يبقى عندها فيروس بي يعني لو قدر الله جه للجنين واخد التطعيم هو مش هو الهدف الهدف ايه يعني الام المصابه بفيروس بي دي هي هو احتمال انتقال من الام للجنين وهو اشهر طريقه للانتقال اثناء الولاده اكيد فمباشره بعد الولاده تطعيم فيروس بي وده بيتاخد روتين للاطفال كلها دلوقتي هيزيد عليه الطفل ده انه ياخد حاجه اسمها اميونوجلوبين وده متاح وسهل. الام تنبه انها عندها فيروس طبعا طول ما هي حامل طبيب النساء اللي بيعالجها ومعرفه طبعا طبيب الكبد دي مهمه قوي لان انتقاله من الام للجنين وارد يليه في نسبه الاصابه السي يعني السي مش يعني لو ام سي الانتقال مش هيبقى زي البي. نسبة الخطر يعني مش هتبقى زي البي اقل هو البي اكتر. الواحد كان بيسمع عن السي دوت ان هو مخيف عشان هو الاشهر والبريفلنس او انتشاره اكتر. البي هو حالته مش كتيره زي السي لكن بس برضه مخيف يعني لا هو يعني هو بس يعني هو مخيف لحاجه واحده اللي هو لو حد ما اكتشفوش اللي هو ما اكتشفوش او عرفوا وسابوا وبنشوف مرضى كده للاسف يعني وبنشوف مرضى الاخ ويجيب اخوه عنده واخوه الثاني عنده بنشوف كده يعني في انترا فاميليال سبريد يعني او انتشار داخل العيله الواحده بسبب ايه في الغالب بيشتركوا مثلا في حاجات الصافه بالظبط وبيحصل عدوى من زمان فمهم قوي الموضوع ده الفاكسين مهم او التطعيم بتاع فيروس بي مهم. تاني حاجه يا ريت يعني ان خلي بالنا ان مريض البي ده اهم حاجه بالنسبه له المتابعه بالتحاليل مهمه قوي للعلاج لو هو مقرر له انه ياخد علاج ما يوقفوش حتى لو حصل استجابه. بس هي ليها درجات يا دكتور فيروس بي؟ يعني في مثلا بيجي شرس جدا في درجات في ليفلز فيه ولا لا هو ليفل واحد بس؟ يعني اي اصابه بفيروس كبدي هي لها زي ما قلنا لها طورين، طور الحاد وطور المزمن. الطور الحاد ده اللي هو ايه؟ الاي والبي والسي هيبقوا كده اشهرهم ان احنا نحس بيه لو جالنا الاي. بالظبط. البي والسي كل اللي جالهم دول اعراض للاسف كل اللي جالهم بي وسي دول جالهم اصابه حاده ما خدوش بالهم. بالظبط. وبعدين اكتشفوه وهو بقى مزمن بقى. ساعات يا دكتور مثلا في انت عارف بس طبعا دلوقتي الموضوع اختلف بس زمان يعني مثلا ممكن كانت المستشفيات الكلام ده كله كانت اكثر عرضه ان الواحد اصابه بالظبط مثلا وهو بيعمل عمليه وهو يعني حد سريع احنا عارفين الموضوع دلوقتي بقى في التزام اكتر واكبر ووعي اكتر في احتياطات كتيره بالظبط وعي اكتر فالموضوع بقى مش منتشر زي زمان فعشان كده احنا بنتكلم بقى يعني الجيل الجديد دوت يمكن ممكن ما نشوفش فيه او يبقى الوعي فيه اكتر صحيح. فلو لا قدر الله مثلا حد كان مش مكتشف مثلا من الاسره ان هو عنده فيروس بي تمام ابتدي بقى قول لنا المراحل ابتدي مثلا قول لنا عشان هو ملهوش اعراض يعمل ايه هو بس احنا لو احنا عندنا حد ده؟ عندنا حد مصاب مثلا فيروس بي اكتر حاجه نقول عليها الزوج او الزوجه فمثلا لو الزوج مصاب بفيروس بي يبقى الزوجه طبيعي انها تعمل اختبار فيروس بي وفيروس أكيد سي. ولو ثبت ان هي الحمد لله مش مصابه تاخد تطعيم فيروس او الفاكسين بتاع فيروس بي وده مهم بالذات للزوج او الزوجه عشان حضرتك قلت ان هو الاتصال الجنسي بالظبط. طب والابناء لو احنا شاكين المفروض يعملوا سكريننج واللي ما عندوش ياخد الفاكسين من سنه 92 الفاكسين بقى متاح للاطفال يعني اللي مواليد 92 فيما فوق هو خد الفاكسين بتاع البي بالظبط تحت 92 هو ممكن ما خدش وبعدين في اختبار بنعمله كمان ان هو يقول هل حتى لو هو مواليد 2000
وخد الفاكسين بنعرف ان هو اميون او لا او متحصن او لا باختبار معين، عشان لو حد من اسرته مصاب لا يعني مثلا احنا عايزين نعرف الشخص ده عنده بي او سي بنعرف. طب لو عايزين نعرف الشخص ده هو مش ما عندوش، بس عايزين نعرف هو هل هو محتاج ياخد تطعيم او لا. تمام. يعني حتى التطعيم له اختبار، اختبار نعرف هل هو محتاج او لا. فده يعني مهم، لو ممكن مش محتاج ما ياخدش. لو في رقم معين كده بنقول لو عدى الرقم ده اللي هو العشرة وهو اختبار بنعمله للتطعيم فيروس بي، اللي مش واخد باله بيقول ده لما يطلع ايجابي يخاف، ده يقول ده انا عندي فيروس. بس في الاختبار ده بيبان يا دكتور نسبته قد ايه؟ بس خلي بالنا لان ده هو بيطلب يطلع ايجابي، الناس معتقده ان اي حاجه ايجابي يبقى فيه. بالظبط. لا، فيروس بي الاجسام المضاده بتاعته اللي هي بي سيرفس انتي بودي، لما تطلع ايجابي ده معناه ان انا كويس، لان ساعات بيجي لنا مرضى يقول انا عندي بي، فين التحليل يقول اهو. انت لازم يتقاس النسب فيها. بي له كذا اختبار، في اختبار للاصابه، وفي اختبار ان انا اعرف ان انا التطعيم اللي خدته ده فعال او لا، او عمل لي حمايه او لا. بالظبط. فلما يطلع الوحيد اللي ما يطلع ايجابي نقول ده كويس، اللي هو اللي اخذ التطعيم، الاجسام المضاده لما تطلع ايجابيه ده معناه ان انت مش محتاج، او انت كده حصل لك حمايه بروتكشن يعني. بالظبط. فدي مهمه قوي. تمام. تاني حاجه زي ما قلنا ما نستناش دايما شكوه المريض، لو مريض مصاب في بيت لا، اللي حواليه يا ريت يهتموا. اكيد. مريض عنده اعراض بره الكبد نخلي بالنا من الحاجات دي كتير، يعني في مرضى بيشتكوا من الام في المفاصل، حكه مزمنه عمال يهرش كتير ويكشف جلديه ومفيش استجابه، وبنشوفهم كتير. او الام في المفاصل ويكشف عظام ومفيش استجابه، نخلي بالنا ان الفيروسات الكبديه المزمنه بتعمل اعراض بره الكبد. دي مهمه قوي. اللي هي بقى ايه يعني اشهرهم الارهاق والاجهاد، المريض يقول انا على طول كسلان، مجهودي قليل، بس نقص فيتامين دي كتير تعمل كتير حاجات تعمل بالظبط تعمل نفس الاعراض دي. بس الاخطر مش نقص فيتامين دي، الاخطر الاصابه الكبديه. اكيد. فنقول دايما اي مريض عنده اجهاد مزمن اول حاجه نفكر فيها مش لازم فيروسات كبديه، بس نخلي بالنا ان انا قبل ما اعمل فيتامين د اتاكد ان الكبد سليم. تاني حاجه اعراض العظام، يعني عنده ارثرارجيا او الم في المفاصل او كده، نخلي بالنا نتشك. وبالذات يا دكتور برضو فيروس كورونا اللي هو المنتشر دلوقتي اللي محير صحيح. العالم كله للاسف برضو اعراضه كده صحيح. يعني اعراضه بنسميها نون سبيسيفيك سيمتوم، يعني اعراضه للاسف كمان اعراضه بتستمر. يعني في ناس بتقول، يعني في ناس كانت الاول بتقول لا من بعد 3 شهور ل 6 شهور تكسير العظم ده بيروح صحيح. والكلام ده كله، لكن للاسف في ناس مستمره معاها الاعراض صحيح. صحيح صحيح. هو ممكن يحصل بوست كوفيد سندروم بالظبط منه الفاتيج او كرونيك او الاجهاد المزمن. بس طبعا احنا بنقول ايه، هو الاشهر في الكوفيد ان هو حاد. ايوه. يعني مفيش حد مزمن كوفيد. ايوه. لكن البي والسي بيدخلوا في الطور الحاد، في الحاد. ونخلي بالنا ان ممكن مرضى كتير يجوا باعراض جلديه، ظهور بقع معينه في الجلد، حكه، وهو طبعا هيتوجه لطبيب الجلديه في الاول، جلديه او دكتور العظام. عشان كده بنقول نخلي بالنا في حاجه اسمها اكسترا هيباتيك او اعراض خارج الكبد، وفي المرضى بتوع الكبدي المزمن البي او السي او ايا كان المرض الكبدي المزمن. فدي حاجه مهمه قوي نخلي بالنا منها. اكيد. يعني ما ننتبهش ان يعني مرضى كتير بنشوفهم كشف وما بيستجيبوش. ما بيستجيبوش للعلاج. مش هيستجيب طبعا للعلاج الجلدي لان عشان هو اوريدي عنده حاجه في الكبد وهو متجه لحاجه غلط. ساعات في الكلى، ساعات في العظام. المريض ده مجرد ما ياخد علاج الفيروس بالذات فيروس سي يحصل له استجابه فعاله من الاعراض اللي كان بيشتكي منها. فدي حاجه مهمه قوي. طب احنا اتكلمنا بتهيالي وخلصنا كلامنا عن فيروس بي وبتهيالي، طب دي ليها علاقه برضو، معلش هرجع تاني فيروس بي شويه. طبعاً. يعني ليها علاقه بان هو يا ترى ممكن يصيب يعني الصغيرين اكتر من الكبار او الكبار اكتر، يعني مين اللي اكتر عرضه ومين اللي اخطر مثلا في الشراسه ده؟ ما احنا بنقول فيروس ايه كان الاطفال بينجوا منها صحيح. لكن الكبار لو ما وبرضو بينجوا يعني بس بس لازم اهتمام. يعني عايز بس يعني ساعتها أكتر. يعني احنا في الطفل طبعا الاهتمام مطلوب في كل حاجه، بس أكيد. لو جه لحد بالغ بنخلي بالنا شويه ويبقى الوضع يعني متابعه يعني حتى بالزبط. في متابعه يعني ايه اقرب شويه، حتى في الفحوصات بتبقى في وقت اقصر يعني ما نستناش عليه فتره طويله. بالنسبه للفيروس بي هو الناس الاكثر عرضه زي ما قلنا، مين الناس اللي بتستخدم هيموداياليس او بتعمل غسيل كلوي بانتظام، او الناس اللي بتحتاج نقل دم، مرضى الانيميا طبعا دلوقتي الدم بتعمل له سكريننج او بتعمل له فحص فعال، يعني نسبه الاصابه ان يبقى في خطر من الاصابه بنقل دم ما بقتش موجوده تقريبا. فالناس اكتر ناس اللي بتبقى معرضه زي ما قلنا الناس اللي بتحتاج نقل دم كتير، الناس اللي بتعمل غسيل كلوي كتير، الناس اللي عندها شخص مصاب في بيتها وبالذات لو بتستخدم ادوات مشتركه. فدي نخلي بالنا منها قوي. اهم حاجه في البي ان احنا نوجه المريض ان حتى وانت بتاخد الادويه المتابعه مهمه جدا. متابعه الفيروس بي بدلالات الاورام ودي مهمه قوي.
والالترا ساوند او الاشعه التلفزيونيه. الاشعه التلفزيونيه مهمه جدا لان الفيروس بي بقى، وبالذات لو في تاريخ مرضي في العيله ده يعني. لا وهو بقى خلاص ثبت ان هو عنده فيروس بي وبيتعالج او ما بيتعالجش، لازم متابعه بانتظام بدلالات الاورام، تحليل اختبار دلالات الاورام مهم قوي. بعد قد ايه دكتور من اصابته بال، هو ما بيبقاش عارف الاصابه حصلت امتى، بس احنا شفناه دلوقتي مصاب عنده بي، يبقى كل من 4 لـ6 شهور اشعه تلفزيونيه ودلالات اورام، لان فيروس بي بقى يعني الحاجه اللي يعني بنخلي بالنا منها اللي هي الاورام السرطانيه في الكبد. وممكن تحصل من غير وجود تليف. يعني ممكن يعني ايه ده ما يحصلش الاول تليف؟ لا لا، البي برضو دي نقطه يعني له، ان هو ممكن يحصل اورام كبديه في الكبد والكبد سليم ما عندوش ما فيش تليف، يعني ما فيش ولا بيحصل له تضخم ولا اي حاجه. ممكن تضخم بس الكبد نشوف في السونار نلاقيه هيلثي منظره كويس، بس شكله بس طبيعي. بس نلاقي فيه وجود بؤر كبديه اورام بتبقى ظاهره يعني في السونار طبعا. ودلالات الاورام ساعات بتاكد كده. ونخلي بالنا ان ده عكس السي بقى، السي في الغالب بيحصل كده بعد وجود تليف لكن البي مش لازم المريض يدخل في ان هو تليف عشان يحصل له اورام كبديه. بعد الشر طبعا. طبعا. بس معلش يا دكتور، دي بيبقى لها برضو حاجه في العيله يعني ليها علاقه جينيه صح؟ هي ولا لا برضه؟ الاتش سي او الاورام الكبديه ليها كذا ثيوري، ليها كذا نظريه. طبعا اشهرها ان احنا بيبقى عندنا مسبب أو اللي هو بتاعت العدوى. عدوى في الغالب عدوى مزمنه، يعني ده مش هيجي مع فيروس ايه بالظبط، بس هيجي مع فيروس بي او سي. ومش لازم كل مريض بي او سي. تمام، يعني برضو ما نقلقش الناس، مش لازم كل مريض بي او سي يبقى جاله يعني، بس يعني بيقولوا الايه ما فيهوش تليف، بس ان انت تهتم وتحافظ طبعا على نفسك مهم قوي، هيدخلك لخطر بعيد عن المراحل بقى اللي احنا بنقول عليها. طبعا فيروس بي ده بالذات اي مريض فيروس بي لازم يتنبه عليه، المخالطين يتعمل لهم فحص تطعيم فيروس بي للي مش مصاب، وهو انت نفسك بقى تخلي بالك ان انت تعمل اشعه تلفزيونيه بانتظام ودلالات اورام مع متابعه طبعا وظائف الكبد ونسبه الفيروس في الدم اللي هو البي سي ار. وانس ان انت دخلت في الكرايتيريا او في المواصفات اللي انت تبتدي علاج، هتبتدي علاج. طول ما انت في الكرايتيريا ان الناس انت ما ينفعكش علاج دلوقتي، مش ما ينفعكش عشان حالتك وحشه، ما ينفعكش عشان انت ما دخلتش في المواصفات اللي انت لو جيت بقيت موجود فيها تبتدي علاج. بتعتمد على وظائف الكبد، بتعتمد على نسبه نشاط الفيروس. بس يا دكتور زي ما حضرتك بتقول بقى دلوقتي، يعني انت ما دخلتش في المراحل اللي هي يبتدي ليها علاج. صحيح. طب ازاي يعني هيبتدي ان هو يعني حصل له مشكله مش هيبتدي ليها علاج؟ لا احنا بنقول ايه، مش كل مريض فيروس بي بيبتدي علاج. ما بيتاخدش علاج مش كلهم يعني، مريض فيروس بي ده بيتحط في كرايتيريا كده نبتدي علاج او لا. يعني ممكن ما ياخدش علاج يا دكتور حتى لو عنده يبقى في بي ما يتعالجش. بس yeah. في كرايتيريا معينه، ان ما يبقاش عندي مثلا بي سي ار زيرو او بي سي ار 5 مليون، ده مش هيبقى زي ده. طبعا 5 مليون ده يعني اكيد حاجه رقم كبير يعني، وبيحصل له استجابه بعد العلاج. حتى لو ارقام كبيره عشان بس الناس، لا 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 لو خلص قدر الله سمع يعني حصل التحليل وعملت اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، ما تتخضش وما تخافش وتقول لا انا داخله في مشكله لا كبيره. طبعا. لا طب دكتور ليها علاقه برضو بالحاله النفسيه؟ عشان احنا بنعرف في امراض بص هي علاقه بالاميونيتي او المناعه، والمناعه لها علاقه بالحاله النفسيه طبعا. فالاكتئاب والكلام ده بيخلي الحاله النفسيه يعني مش تمام، فالمناعه بالعكس بتقل. طب معلش في امراض تانية يا دكتور، امراض مناعيه زي الضغط والسكر وحاجات كتيره جدا في الدم، ممكن تبقى ليها مسببات برضو الفيروس بي او سي ولا لا؟ يعني ده سؤال رائع. هي فيروس بي وفيروس سي زي ما قلنا بيعملوا اعراض بره الكبد بالزبط. صح، زي امراض الجلديه زي امراض العظام. ايوه، منها الانسولين ريزيستنت او المقاومه للانسولين، او ويليه السكر. يعني دايما يعني لو شخص مريض سكر وجاله يعني لا احنا بنقول ايه مالي، ان الخطر في مريض فيروس بي او سي مزمن ان ممكن يحصل له من ضمن الاعراض اللي بتحصل بره الكبد ان يحصل مقاومه للانسولين. مقاومه للانسولين دي او انسولين ريزيستنس يعني خطوه ما قبل السكر. ايوه، فهو فعلا ممكن يعني دايما يقولوا انت داخل لسه في مرحله السكر، برضه يهتم بالجمله دي. طبيعي ونخلي بالنا ما ياخدهاش كده كمرور الكرام. لا لا خلي بالنا. ولو لها مسبب نمنعه، ما هو في كده بريتا بيس او ما قبل السكر بيعتمد على السكر التراكمي، نلاقيه مثلا في مرحله اللي هي ما نقدرش نقول ده ما عندوش، ونقدرش نقول ده عنده. ده عنده في مرحله كده في التحليل تقول ان ده بريدابيتس او مرحله ما قبل السكر. لو في ايدك حاجه تقدر تعملها يعني دهون عاليه في الدم، دهون عاليه في الكبد مثلا، دهون في الدم عاليه اكتر، دهون عاليه في الكبد ده هي دي الايرج، ده مرض العصر بقى. ما انا لسه بقول لك ده مفيش حد، وحتى كمان الناس بتفتكر ان هم للناس التخينه بس، لكن للاسف هي مالهاش علاقه. هي مالهاش علاقه يعني طبعا. ممكن يبقى حد رفيع جدا وعنده دهون على الكبد بشكل كبير جدا. صحيح. هي ليها علاقه باسلوب التغذيه، هي وفي
وفاميليال يعني وفيها جزء وراثي. حاجه عيله يعني. بنشوف ناس سن بالظبط وعندها ليبيد عاليه في الدم. رفيع جدا. ودي حاجه اسمها فاميليال هايبركوليستيميا يعني ارتفاع وراثي في نسبه الدهون في الدم. فطبعا ده مهم. اصل في ناس تقول لك لا ملهاش علاقه الانيميا يعني انا طول عمري رفيع يعني انا ايه اللي يخليني يبقى عندي لكن في حاجتين في حاجتين ما لهمش علاقه بالوزن الانيميا مش معنى ان انا وزني زياده بالظبط اه يعني ممكن في ناس عندها وزن زياده جدا وتحس ان الدوره الدمويه في وشها حلو جدا وتلاقي عندها انيميا ضايعه صح صحيح يعني قصدي في ناس تقول لك انا هاخد فيتامين ايه ده انا وزني زياده هي الناس رابطه الفيتامين بالوزن صح او اللي ياخد نسبه حديد انت عندك يعني ملهاش علاقه ونفس الوقت الوزن الوزن طبعا الوزن زياده هو اكتر عرضه ان يبقى يعني لما اجي اعمله تحديد دهون متوقع كده يبقى عنده لكن ما لكن العكس لا مش معنى انت رفيع يعني ما عندكش دهون على الكبد طب مشكله الدهون على الكبد اللي محيره هي دي بقى على فكره هي دي الايرا الجديده يعني خلاص فيروس سي يعني في ابتدى ان هو يقل وابتدى ان الدوله الفترة الجاية خلاص تحط المؤشرات فابتدت الناس تهتم صحيح. وبقى خلاص دلوقتي كنترول يعني حاجه بتهتم تهتم القضاء عليه او يعني خلاص يعني حتى الحالات اللي بنشوفها بقتش كتير زي الاول بالظبط لكن الفتره الجايه هي دهون الكبد هي هي المنتشره وبالذات ونعرفها ازاي عشان كده برضو حاملة 100 مليون صحه عملت على طبعا الزياده في الوزن يا دكتور وعملت للضغط والسكر مش بس اكتفت بفيروس سي هي كانت مجموعه كده حاجات مع بعض ونخلي بالنا دهون الكبد دي برضو هتدخلنا لو يعني لو احنا ما خدناش بالنا منها هتدخلنا اكنها التهاب كبدي يعني نفس السيكويل بتاع الفيروس بي وسي نفس الخطوات لو المريض همل فيها او وبدايتها ان احنا نعرفها او مسببه لمشاكل في الكبد او لا ارتفاع وظائف الكبد يعني ساعات نعمل مريض يجي لنا ارتفاع وظائف الكبد نعمل له الفيروسات الكبديه مفيش فيروس بي ومفيش بس الدهون مأثره على التهاب كبدي التهاب الكبد فعامله ارتفاع في وظائف الكبد طب دي علاج ايه يا دكتور يعني يا ترى ليها علاج يعني وبرضو عايزين نوعي المشاهد ما ينفعش واحد سمع مثلا كان بيروح لدكتور دايت او كان بيروح مش عارف او كان بيعمل سونار كده وبالصدفه لقى دهون على الكبد ودي بنعملها بالصدفه مثلا واحده داخله حمل واحده عندها مشكله في روتين روتينيه فحتى كمان بتاع السونار يقول لك لا ده انت عندك دهون على الكبد الاهتمام بقى بالكلمه دي يا ترى عندك دهون على الكبد يعمل ايه؟ دهون الكبد بس هنفرق بين حاجتين مهمين قوي دهون كبد مصاحب لها ارتفاع في وظائف الكبد او لا يعني ممكن نلاقي كبد دهني بس وظائف الكبد طبيعيه جدا وممكن نلاقي كبد دهني بس مع ارتفاع في وظائف الكبد ارتفاع وظائف الكبد اول حاجه نعملها نستبعد وجود فيروسات كبديه طب ما عندناش فيروسات كبديه بس عملنا تحليل الدهون طلع عالي والمريض ده مريض سكر ما هو برضو الناس اللي عندها دهون كبد دهون في ناس ريسك فاكتور عندها عامل خطر اشهرهم الاوبستي مريض السكر الاوبستي الوزن الزياده طيب 2 دايبيتس او النوع الثاني بالذات من السكر اللي هو معتمد على الاقراص مش اللي هو معتمد مش على معتمد على الانسولين دول اشهر حاجتين يعني المريض مع ان المعتمد على الانسولين ده مرحله اولى يعني يا دكتور بيجي في سن او بيجي في سن بدري وفي الغالب اكتر بالظبط يعني للاسف للاطفال بس هو بقى ايه عشان هو ليه عامل وراثي اكتر وراثي لكن النوع الثاني بيبتدي في سن معين باظن بعد يعني ممكن يبقى بعد حاجه و30 سنه تمام وبيبقى بس ده بقى يعني ليه بيبقى اكتر للدهون كبد لان ده في الغالب المريض ده بيبقى مشكلته انسولين ريزيستنس او مقاومه للانسولين تمام هي متلازمه يعني انه ندور على ضغط سكر ارتفاع نسبه الدهون في الدم والسمنه المرضى دول اكتر ناس معرضه ان انا الاقي عندهم دهون كبد وفي الغالب دهون الكبد دي بتبقى عامله مش بس دهون عامله التهاب في الخلايا الكبديه عشان كده اول مؤشر ليها ان نلاقي ارتفاع في وظائف الكبد طب ممكن دهون كبد ونلاقي نورمال انزيمز يعني دهون طبيعيه وظائف الكبد طبيعيه والانزيم اللي هي الوظائف كويسه يعني اللي في ايدنا نعمله ايه في المرضى رقم واحد لو مريض سكر يخلي سكرك يعني مظبوط كويس بالتراكمي ده طبعا بس ما بياخدش يعني يا دكتور ادويه ما هو اهم من الادويه في دهون الكبد اللايف ستايل يعني النظام التغذيه يعني وزنه يقل لو عنده سكر في الدم يتجنب الدهون الكلام ده ولو وزنه زياده ولو دهون الدم مرتفعه ياخد ادويه مخفضه لدهون الدم اللي هي الكوليسترول الحاجات الكوليسترول الدهون الثلاثيه او الكوليسترول تمام او الدهون الضاره دي حاجات مهمه جدا قبل الادويه الادويه بقى يعني لحد الان ما فيش حاجه ابروفد ما فيش حاجه بتقول صريحه ده العلاج لدهون الكبد قريب كده في حاجه يعني ابروفد من حوالي سنه ونص بنديها للمرضى بتساعد شويه بس اهم حاجه المريض لو خد الدواء بس ملوش لازمه مريض الدهون الكبد اهم حاجه فيه التغذيه يعرف العيا ويعرف ان دوت حاجه سهله لو اتحكم فيها وطبعا في الغالب بيبقى سكر نخلي بالنا من السكر يعني سمنة. كلها يا دكتور ليها علاقه بالتغذيه السليمه برضه صحيح يعني انا شايفه دلوقتي ان في حاجات كده اساسيه فيها في الكلام اللي هي التغذيه السليمه تمام ان انت تهتم نسبه الفاتس اللي انت بتاخدها صحيح. الدهون دي يا ترى بتاخد دهون بالزياده يعني في ناس عايشه وحاجه مهمه قوي الادويه
الادويه. بس دكتور عايز ارجع لحته كده زمان، اشمعنى زمان كنا يا دكتور بنسمع اهالينا بياخدوا السمنه بالمعلقه والكلام ده كله وما كانش عندهم نسب الدهون ولا نسب الحاجات دي كلها؟ لان اظن كان زمان الاستخدام للادويه حتى ما كانش بالشكل ده. دلوقتي المضادات الحيويه، السكر طبعا الانسولين بتاعه عالي. اهم من كده بقى تشخيصنا للامراض زاد. بالظبط، ودي حاجه خلي بالنا منها. يعني اللي هو التحاليل والاشعاعات دي، يعني حضرتك بتقولي اي واحد اي حد داخل عمليه بيعمل مسافر بيعمل له ليفر انزايم بالظبط، حتى لو هيسافر يتعمل له وظائف كبد. وساعات بنشوف مرضى كتير ما عندهمش اي مشكله في الا ارتفاع وظائف الكبد، وده موقف حياته عليه. يقول لك احنا عايزين نرجع لوظائف الكبد شكلها الطبيعي عشان تقدر ان انت تسافر. هي دي بقى ايه، هي دي الارم كده بيقول لك خلي بالك، دور ايه اللي رافعها. يعني مش هنظبطها الا لما نعرف ايه السبب في الارتفاع. هل هي فيروسات كبديه؟ هل هي دهون كبد؟ هل هي ادويه خدتها في الفتره الاخيره رفعت؟ دكتور الكلام ده مهم جدا، وبالذات ان انا بسمع كتير برضو ان مريض الضغط او المريض اللي بياخد مسكنات كتيره للاسف ان المريض دوت بيبقى اكثر عرضه لمشاكل في الكبد. علشان احنا عارفين الكبد وظيفته ان هو بينقي السموم اللي داخله في الجسم عن طريق الكبد. فدي نقطه مهمه جدا. وبالذات ان احنا دلوقتي ايه، اي حاجه اسرع حاجه شويه صداع بسيط ناخد له مسكن، شويه الام في المفاصل مش عارف ايه نجري ناخد مسكن، شويه مثلا التهابات او زي اللي احنا عايشين فيه الدور اللي وبعدين نكشف. ناخد بالظبط. وايه بقى احنا من نفسنا يعني احنا ما بنلجاش مثلا احنا نقول لا انا يعني كوبايه شاي كده مع حاجه مسكنه هبقى كويس. دي ثقافه عامه ودي منتشره، خلي بالنا كتير. لان يعني الكبد زي ما حضرتك قلتي هو ده اللي كل حاجه هتعدي عليه بالظبط، او الاكسكريشن او الاخراج بتاع الادويه من الجسم عن طريق الكلى والكبد. ففي ادويه كتير مشهور عنها ان هي مسببه لارتفاع وظائف الكبد او دهون الكبد، اشهرها الادويه زي ما حضرتك قلتي الضغط، ادويه سكر معينه. الكورتيزون مهم قوي وبيعمل دهون كبد رقم واحد. الكورتيزون طبعا هو الكورتيزون هو علاج وما فيش منه مشاكل خالص، بس نديه المرضى اللي محتاجه واحنا بنديه وبجرعات لازم يبقى صحيح. كمان يعني اصل في ناس يا دكتور للاسف برضو تقول ايه انا خلاص، بس يمكن الثقافه دي من بعد فيروس. بص فيروس كورونا دوت فتح عينينا عن حاجات كتيره، منهم الكورتيزون، منهم المضادات الحيويه اللي كنا للاسف المعروف عن الشعب المصري مدمن. يعني الثقافه دي، وابتدينا من كتر التوعيه ومن كتر ما احنا بنتكلم والسوشيال ميديا ابتدت برضو تحكي وتقول يا جماعه اللي بياخد مضاد حيوي ده احنا بنسمع دول اوروبيه كتير وكده ما بياخدوش بريسكريبشن. لازم ما يتصرفش الا بريسكريبشن روشته. ده يا دكتور حتى مش بروشته بس، ده في ناس بتبقى عندها اوريدي التهاب جامد كده، لا بيقلقوا ان هم يدوهم مضاد حيوي غير ما يوصل مثلا ان هو يبقى فيه سخونه. صحيح. يبقى مثلا صاحب معاه حاجات حاده علشان يبتدي او حاجات. هنا عندنا ميسيوز يعني استخدام سيء للحاجات بالظبط، حاجات مفرطه. احنا عندنا كل حاجه بزياده. صحيح. حتى الكورتيزون يعني احنا دلوقتي بنقول هو علاج فعلا، الامراض المناعيه كلها اعتمادها عليه على الكورتيزون بالظبط. بس وبالذات كمان اللي دلوقتي اعتماد كلي يعني كتير من يعني للاسف من دكاتره العظام بيقول لك لا انا ما عنديش بديل غير الكورتيزون. بس احنا يعني ما فيش مانع لو فعلا للمريض محتاجه ما فيش مانع خالص ياخده. بس احنا واحنا بناخده نخلي بالنا من مضاعفاته. اكيد. يعني مثلا مريض زي كده لازم سكره اتابعه حتى لو ما عندوش سكر. يتابع. الضغط مهم قوي. هشاشه العظام لانه مع الوقت بيعمل بالظبط يعمل هشاشه قرح المعده مهمه. فله حاجات كده سايد افكت اثار جانبيه وانا بديها قبل ما ادي المريض ابقى عارف وضعه، وبعد ما اديله الادويه اللي انا بديها لازم اعمل له تحليل برضه مهمه قوي. صوره الدم مهمه قوي في الكورتيزون، نسبه الدهون في الدم، وظائف الكبد، وظائف الكلى، السكر، وارتفاع طبعا ضغط الدم. مش كل مريض هيحصل له، بس بنشوف كتير مرضى ماشيين كويس ومثلا سكر يوصل 500، ايه اصل انا خدت حقنه كورتيزون. كورتيزون. وللاسف ساعات يعني ممكن الطبيب يكتبها لكن ساعات المرضى بياخدوها من نفسه. من نفسه، وبالذات بقى لو حصل تكرار يا دكتور لحاله الالم. صحيح. او المشكله اللي حصلت له قبل كده تلاقيه بقى من نفسه، السنه دي مثلا حصل لي التهاب معين. هتلاقيني نفس السنه في نفس التوقيت ويكرر نفس الالم، ممكن ما يروحش يكشف حتى يعني ياخد نفس الروشته يجيبها تاني وهو مش فاكر ان ده دوت مره ويتساعد مره واحده بس. فدي خلي بالنا منها قوي، الادويه والكبد ده بند مهم جدا جدا. فلازم ننصح المشاهدين على موضوع ان هم الادويه والمسكنات ما ياخدوهاش من نفسهم. اخف مسكن باراسيتامول. دي ماده علميه. بص يا دكتور صدقني لا احنا بنقول اهو باراسيتامول هو نفسه مسبب لمشاكل في الكبد، اللي احنا بنقول عليه اخف حاجه باراسيتامول ممكن يسبب مشاكل في الكبد. طبعا واحنا مثلا ذكرنا في البدايه التهاب كبدي حاد. اول سبب وتاني سبب له بعد الفيروسات الكبديه الادويه. اشهر دواء الباراسيتامول بيعمل توكسيستي، بيعمل تسمم كبدي. تسمم كبدي يعني اللي احنا بنقول عليه اللي الناس بتاخده على وبالذات ان هو ده بيستخدم في دلوقتي للاسف يا دكتور في نخلي بالنا قوي
ان هو يعني في الدجوره العاديه هو مفيش منه مشاكل. اه طبعا هي بليمت معينه وان انت تزود الدوس من نفسك بالذات هي ليها ليمت. بالذات بقى في مريض زي ما قلنا مريض كبد بالذات، تخلي بالك الناس واخده الباراسيتامول ده يعني هو امن حاجه. لا حتى في مريض كبد حتى الجرعه العاديه للاشخاص العاديين لا، احنا نقلل الجرعه لو مريض كبد لان هو مسبب ليه لو زاد عن هو زاد عن حد يسبب له مشاكل اكتر ويدخله في مضاعفات اكتر. توكسيسي بات توكسيسي او تسمم كبدي ممكن يدخل في فشل كبدي حاد بسبب باراسيتامول توكسيسي.